للحلاق الحدود السوري، هذا كل العشاء الشيوخ تحضر ان شاء الله حلم يصير 6 هدات الى 5، وكل هده يعني منهم 6 روس. الرحمن الرحيم، بدأت اليوم أول مشاركة رابطة فرسان الأنبار، ولمة إن شاء الله، لمة خير إن شاء الله، وهذا أول مهرجان يبدأ، لأن تدري فترة داعش وراح وجاي، كل الخيل العربية اللي موجودة عندنا راحت، بدينا نلم خيول العربية والمستوردة، والحمد لله بدينا نرجع الأمور والسباق، وإحنا نطلب من الدولة أن تمدنا بهذا السباق كسياج، كمثل ما تقول تعديل، كمثل ما تقول اريد نسوي السباق بهاي الانبار اللي نحيي تراث الخيل والتراث العربي الاصيل، وهاي الخيل تدري ما يمكن ان نقدر نعوفها، لا احنا ولا اجيالنا القادمه.